فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول، وهو مقيم في هذا البلد، يقول: أريد أن أستقدم زوجتي إلى هذه البلد ولا تستطيع أن تأتي مع محرم لها، ولا أستطيع أن أذهب لآتي بها، فهل يجوز أن تسافر بدون محرم؟ لا، تروح وتجيبها زوجك، تروح وتجيبها. نعم، ما هو ما تستطيع، من يردك ما تروح تجيب زوجك؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.